أهلا ومرحبا بكم من داخل معهد الأسكندرية العالي للإعلام. نشرة إخبارية جديدة نقدمها لكم ونستهلها بأبرز العناوين. تطبيقات الإخراج الصحفي الحديث، دورة تدريبية جديدة من داخل أروقة الأسكندرية العالي للإعلام. تلبية الأسكندرية العالي للإعلام لمناشدة وزارة الصحة والسكان. فعاليات دورة إدارة الاتصالات التصويتية في الشركات الدولية بقسم العلاقات العامة والإعلام. مشاركة الأسكندرية العالي للإعلام بدورة الصداقة للعام الجامعي 2021-2022. وإليكم التفاصيل. أطلق قسم الصحافة بالأسكندرية العالي للإعلام دورته التدريبية بعنوان تطبيقات الإخراج الصحفي الحديث، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 من أكتوبر لعام 2021-2022. يحضرها الكاتب الصحفي أحمد سامح رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم سابقا. وتأتي تلك الدورة على هامش سلسلة الدورات التدريبية الخاصة بطلاب المستوى الرابع بمعهد الأسكندرية العالي للإعلام. وإليكم هذا اللقاء. من فعاليات الدورة التدريبية لمعهد اسكندرية العالي للإعلام نرحب بالكاتب الصحفي أستاذ أحمد سامح رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق. أهلا بحضرتك فندم نمرت. أهلا بك يا ستي. أهلا بك. حابين نعرف من حضرتك، هل ستواكب متطلبات الدورة التدريبية سوق العمل؟ مفروض ان احنا بندي جزء نظري في الاول اللي هو خدناه امبارح، بعد كده بندي برنامجين اللي المفروض ان كل صحفي يبقى عنده المهاره دي اللي هو الفوتوشوب والانديزاين، بعد كده بقى هو يكمل بحاجه اسمها الادوب الستريشن والادوب اكروبات. دول اللي المفروض ان اي صحفي رايح يشتغل في النيوز روم يكون عنده المهارات دي عشان يقدر يشتغل بيها، ده اساسي. وبالتالي لو قدر ان هو يعني يكتمل الدوره معاه، طبعا هو يوم مش كفايه ان انا ادي له الانديزاين، لكن انا مديهم الفيديوهات ومديهم كتيب صغير فيه الاوامر الخاصه بالانديزاين، كل واحد بقى انا اسف يبدا يعني ايه يخش بدراعه يغلط ويصحح يغلط ويصحح لحد ما يتعلم. طب كيف يمكن لطالب قسم الصحافه انه يطور من ادائه المهني؟ تطوير القسم الصحافة الأداء المهني باهتمام بعلوم الكمبيوتر، الكتابة للمواقع الصحفية، السوشيال ميديا وتصميم المواقع، ده مهم جدا في المرحلة الجاية، لأن المستقبل كله يعني حضراتكم عارفين كلكم شايفين الجرايد كلها كشغل جرايد بدأ يبقى يعني يقل شوي، يبقى المستقبل كله إيه؟ للمواقع، للفضائيات، للبرامج الإعداد في الفضائيات، ودي أهم حاجة ممكن الطلبة تعتمد عليها. طب كيف عملت الدورة التدريبية على تنمية مهارات طلاب قسم الصحافة؟ لازم بس هم يعني زي ما انا بحاول ان انا اديهم هم يتعبوا شويه بعد انا ما امشي، المعمل ما شاء الله مليان اجهزه، المعمل يجوا بس ما اعرفش بقى هنا المفروض الكليه تسمح لهم بالدخول في اي وقت، وبالتالي هو اللي يخش ويتعلم ويعلم نفسه، ياخد الفيديوهات ويبدا يتعلم ويشوفها ويراجعها مره واثنين وثلاثه لحد ما يتعلم ازاي يشتغل. في نهاية اللقاء حابة أشكر حضرتك الكاتب الصحفي أحمد سامح، شكرا حضرتك شرفتنا. أنا متشكر لك يا ستي. شكرا يا ستي. حرصا من الأسكندرية العالي للإعلام على سلامة أبنائه الطلاب، تهيب إدارة المعهد من الطلاب في جميع المستويات الدراسية سرعة الاستجابة لمناشدة وزارة الصحة بخصوص وجوب تلقي لقاح كورونا لجميع الطلاب، وذلك طبقا لقرار رئيس الوزراء، حيث يتم منع الطلاب الذين لم يبرزوا شهادة تلقي اللقاح من وزارة الصحة من الدخول إلى بوابات المعهد. بالتنسيق مع إدارة رعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي، تعلن إدارة رعاية الشباب عن مشاركة معهد الأسكندرية العالي للإعلام في بطولة دورة الصداقة للعام الجامعي 2021-2022 لكرة القدم الخماسي، والتي سيشارك بها جميع معاهد محافظة الأسكندرية. أنهى قسم العلاقات العامة والإعلام بالمعهد في 25 من أكتوبر الجاري دورته التدريبية لطلاب المستوى الرابع بعنوان إدارة الاتصالات التسويقية في الشركات الدولية، والتي حاضر فيها الأستاذ علاء حسب الله استشاري العلاقات العامة والاتصالات التسويقية، حيث تهدف الدورة إلى إعداد كوادر تتناسب مع سوق العمل واحتياجاته. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لهذا الأسبوع. قدمها لكم علي الدين مصطفى وروين مصطفى. نراكم على خير.